في عالم الحيوان والمملكة الحيوانية هتلاقي حيوانات الدم بتاعها لونه أحمر، وده شيء طبيعي ومتعارف عليه، ولكن في كائنات حية الدم بتاعها لونه أخضر، كائنات الدم بتاعها لونه بنفسجي، كائنات الدم بتاعها لونه أزرق، كائنات الدم بتاعها لونه أبيض. السؤال اللي بيطرح نفسه، إيه سبب اختلاف الألوان دي؟ والسؤال الثاني، كيف بدأ الدم؟ عملنا قبل كده حلقة ووضحنا فيها إزاي القلب اتكون ووصل على الهيئة الأخيرة اللي موجودة جوه جسمك عبر ملايين السنين. النهاردة برضو هنتكلم عن قصة تطور الدم، لأنه القلب معروف إن هو بيضخ الدم، وتكلم عن تطور القلب. هسا حين لازم نحكي عن تطور الدم. أنا عبد الرحمن عمار، وأهلا بكم في سبيس تايم مان. في انجلترا وخصوصا في منطقة اسمها بيرجس شيل، المنطقة دي مشهورة بالرواسب والحفريات زي وادي الحيتان في مصر. تم العثور في المنطقة دي على 30,000 حفرية من مفصليات الأرجل، وخصوصا كائنات اسمها ماريلاس بلانتس. الكائنات دي معروفة بالزوائد الموجودة على بطنهم ودماغهم. طب دي كائنات عادية؟ هذه كائنات عادية يعني ايه الغريب فيها؟ الغريب ان الكائنات دي عندهم بقع سودة موجودة في الدماغ بتاعتهم وفي نهاية الديل بتاعهم، والعلماء لما حللوا البقع السودة دي وجدوا انها عبارة عن دم. يعني الكائنات دي عندها دم بدائي. السؤال هنا، ازاي الدم اتطور من البقع السوداء اللي موجودة في الصخور ووصل للشكل الحالي، وصل للشكل اللي موجود جوه جسمك وجسمي؟ احنا عارفين ان الدم بيعمل شوية وظائف، ده للأكسجين للأنسجة اللي موجودة في الدم، وبيخلص الجسم من الفضلات والمخلفات اللي موجودة في جسمك. ولكن في بعض الكائنات الحية مش محتاجة الدم، زي الاسفنج وشقائق النعمان، ده حيوان مش نوع اكله، وكائن اسمه الهلام. الكائنات دي الانسجه بتاعتها رخوه جدا، يعني الاكسجين ممكن ينتقل من المياه بتاعه المحيط لجميع انسجه الجسم، ومش محتاجين دم خالص، الغشاء بتاع الجسم بتاعهم رقيق جدا. طب اذا كان في كائنات حيه مش محتاجه دم عشان تنقل الاكسجين، طب اول كائن حي عنده دم كان عايش ازاي، او الدم بتاعه كان عامل ازاي؟ للاسف مفيش احافير تؤكد الكائن ده كان عايش امتى، ولكن بعض علماء الجينات قالوا ان الكائن ده كان عايش من حوالي 600 مليون سنة. طب احنا مش عارفين الكائن كان عايش امتى، طب شكل الدم زمان كان عامل ازاي؟ هل هو نفس الشكل الحالي؟ العلماء بيقولوا ان تركيب الدم الكيماوي زمان هو نفس التركيب اللي موجود حاليا، ولكن في بعض الاختلافات. الدم زمان كان شغال بمساعدة بعض البروتينات. البروتينات في البداية كانت بتؤدي وظائف مختلفة، زي استقلاب اكسيد النيتريك او حبس الاكسجين داخل الخلايا عشان الكائنات تستفاد منها. ولكن مع مرور الوقت البروتينات دي اتخصصت في حاجة واحدة بس، الا وهي نقل الدم في أنسجة الكائن الحي. يعني بروتينات الدم أقدم من الدم نفسه. بروتينات الدم دي العلماء بيقولوا انها كانت موجودة من حوالي 740 مليون سنة. وبروتينات الدم اللي موجودة في معظم الكائنات الحية تنتمي لعائلة اسمها عائلة الجلوبين. طبعا عائلة الجلوبين بتحتوي على بروتينات اخرى اللي بتكون الدم، وعائلة الجلوبين بتكون بروتينات تانية زي الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده تقريبا موجود في معظم الكائنات الحية. الهيموجلوبين ده مرتبط بذرة حديد، وذرة الحديد دي هي اللي بتمسك الاكسجين وبتوزعه في جميع انحاء جسم الكائن الحي، وكمان بتحتوي على جزء اسمه الهيم، والهيموجلوبين ده هو اللي بيدي الدم اللون الاحمر. الهيموجلوبين ده اتطور في كائنات حية مختلفة، الديدان والرخويات والمفصليات والنيماتودا، كل كائن حي طور مزاجه. يعني احنا قلنا ان الهيموجلوبين هو اللي بينقل الاكسجين لجميع انحاء جسم الكائن الحي، ولكن في بعض الكائنات الحيه بتستخدم الهيموجلوبين لغرض تاني. بعض انواع المحار مثلا بتستخدم الهيموجلوبين لتخزين الاكسجين، عشان لو لا قدر الله الاكسجين خلص الكائنات دي ما تموتش، لا تستخدم الاكسجين اللي هي خزنته. ونوع تاني من الديدان الخيطيه بيستخدم الهيموجلوبين عشان يخزن الاكسجين داخل الفم، بحيث لو الاكسجين مش موجود الكائن يعرف ياكل عادي جدا ويستخدم الاكسجين لحرق الاكل. وفي بكتيريا اسمها الشيشة كولاي، البكتيريا دي بتستخدم الهيموجلوبين كحساس لمعرفة أماكن تواجد الأكسجين، فمثلا لو في أكسجين موجود في منطقة معينة الهيموجلوبين بيتغير لشكل معين، والبكتيريا بتعرف ان المنطقة دي فيها اكسجين. سنة 2013 العلماء عثروا على دبانة يعود عمرها ل 46 مليون سنة، والدبانة دي كانت محفوظة في صخرة زيتية. والعلماء لما اجوا يعملوا تشريح للدبانة دي وجدوا بروتين الهيموجلوبين موجود داخل الدبانة دي، ولما فحصوا بروتين الهيموجلوبين وجدوا ان البروتين ده اقدم من الدبانة نفسها،
يعني ده معناه ان بروتين الهيموجلوبين كان موجود في كائنات حيه قبل الدبان. والعلماء بيقولوا ان الهيموجلوبين بتاعنا يعود تاريخه ل 450 مليون سنه. سنه 2014 العلماء حللوا البقع السوداء اللي اتكلمنا عنها في اول حلقه بتاعه كائنات ماريلا، ووجدوا ان البقع السوداء دي غنيه بالمعادن. انت طبعا لو انت فاهم الحله هتقول ان المعادن دي جايه من معدن الحديد اللي موجوده في جزيء الهيموجلوبين، ولكن للاسف عزيزي المشاهد العلماء وجدوا نحاس مش حديد. لما العلماء فحصوا الكائن ده اكثر وجدوا ان الكائن ده مش بيستخدم بروتين الهيموجلوبين، بل بيستخدم بروتين اسمه الهيموسيانين. الفرق بينه وبين الهيموجلوبين ذره الحديد بس، هنا حديد وهنا نحاس. ما سالتش نفسك قبل كده هو ليه في كائنات حيه الدم بتاعها لونه ازرق زي حيوان اسمه سرطان حدوه الحصان؟ ده بسبب بروتين الهيموسيانين، لان ذره النحاس هي اللي بتدي الدم اللون الازرق. واول ما الدم ده يخرج من الكائن الحي بيتحول للون ازرق مخضر، لان ذره النحاس حصل لها اكسده. يعني بروتين الهيموجلوبين بيدي اللون الاحمر والهيموسيانين بيدي اللون الازرق. طب هو الهيموجلوبين ده مأثر في حاجه؟ يعني اشمعنى في كائنات عندها السيموسيانين؟ هو الهيموجلوبين مأثر ولا لا؟ والله في كائنات حيه بتعيش في مناطق بارده جدا جدا جدا، والهيموسيانين افضل من الهيموجلوبين في المناطق البارده. هو الهيموجلوبين احسن من الهيموسيانين في يعني كفاءته ومقدرته في نقل الاكسجين احسن، ولكن في المناطق البارده الهيموسيانين احسن. طب هل في الوان ثانيه للدم؟ في انواع من الديدان البحريه البروتين اللي بينقل الدم اسمه الهيمويثرين، هو شبه بروتين الهيموجلوبين بالظبط، بس الجزيء بتاع الهيم مش موجود عندهم، عشان كده الدم بتاع الديدان دي لونه بنفسجي. هو اقل كفاءه من الهيموجلوبين بس بسيط جدا جدا جدا، عشان كده العلماء بيقولوا ان البروتين ده اللي هو الهيمويثرين كان موجود او يرشح او يرجح ان هو كان موجود في الكائنات وحيده الخليه. يعني بدايه البروتينات اللي تنقل الدم يرجح انه يكون البروتين ده بروتين التركيب بتاعه سهل جدا. بعض السحالي عندهم صبغه معينه، والصبغه دي هي اللي بتخلي الدم لونه اخضر، والصبغه دي بيتم انتاجها لما الهيموجلوبين يتم تكسيره. الاسماك اللي عايشه في سواحل القاره القطبيه الجنوبيه الدم بتاعها لونه ابيض. الكائنات دي لا تحتوي على هيموجلوبين او هيموسيانين، امال عندها ايه عشان تنقل الاكسجين؟ ما عندهاش بروتين خالص. الكائنات دي تقدر تنقل الاكسجين بدون اي بروتين خالص، هي عندها المقدره على التكيف في البيئه بتاعتها بدون اي بروتين. يعني السمك احسن منك. يعني في نكته بتقول لو انت مفكر نفسك احسن من التونه تابعهم في الميه ورينا، فالسمك هنا احسن منك عزيزي المشاهد. تاريخ الدم يعود لكائن الماريلا، وبروتينات الدم يعود تاريخها لملايين السنين. وفضل التطور والانتخاب الطبيعي تم انتاج دماء مختلفه تناسب كل كائن حي. وزي ما قال عالم الاحياء ثيودوس دوبجانسكي، لا شيء له معنى في علم البيولوجي الا في ضوء نظريه التطور. وصدق العالم دوكنز عندما قال ان اعظم استعراض على الارض هو نظريه التطور. التطور هو اللي بيفسر نشاه الدم، نشاه العين، بيفسر حاجات كتير جدا. ممكن من خلال نظريه التطور نعمل ابتكارات في المستقبل زي ما الصين عملت ابتكار العين. كده انا وصلت لنهايه الحلقه. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تعمل كومنت، ما تنساش تعمل سبسكرايب، وما تنساش تبص على المصادر لان كل الكلام اللي قلته ممكن يكون غلط. وافتكر دايما ان ما فيش اي شخص عنده الحقيقه المطلقه. اوكي مان، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم.